يقول هذا السائل: هل يجوز أخذ التعويض في حوادث السير؟ بالنسبة لي التعويض إذا كان من شركات التأمين وهو مستحق لهذا التعويض بسبب حادث دون أي تحايل، دون أي زيادة أو افتراء، فهو مستحق لهذا التعويض، لا إشكال في ذلك. لا نتحرج في أخذ التعويض. ومن العلماء من يعبر: طالما أن هذا التعويض على قدر الضرر الفعلي، فطالما أن هناك ضرر تحقق فخذ هذا التعويض، فهذا حقك ولا إشكال في أن تأخذ، فلا تتحرج في أخذ التعويض من شركات التأمين، لا إشكال في ذلك. حتى لو كان الإنسان عليه تأمين من عمله مثلا، فيجوز له أن يأخذ التعويض، ولو كان طالما أنه ليس هو الذي قام بهذا التأمين فيجوز له أن يأخذ التعويض، لا سيما بعض الشركات الكبرى فإنها تقوم بالتأمين عن أو على الموظفين عندها، وهو لا يقوم بدفع شيء، وإنما تقوم الشركة نيابة عنه. فإذا حدد لك تعويضا فخذ هذا التعويض، أنت لم تشترك أنت بنفسك وأعطيت هذا التعويض، فخذه طالما أن هذه الإصابة أو هذا الاستحقاق صادق وليس هناك أي تحايل.